للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي. مرحبا بك أستاذ حسن. واشنطن تعلن عدم تجديد إعفاءات تصدير النفط الإيراني للدول المستثناة، ما تأثير هذا القرار على إيران اقتصاديا وسياسيا؟ تحياتي لحضرتك مشاهدينا الافاضل. حقيقه طبعا هذا القرار يعتبر يعني قرار مصيري للاقتصاد الايراني والوضع الايراني الاقتصادي المتدهور، حيث يعني كما يعرف المشاهد انه ايران تعتمد على يعني واردات النفط بشكل اساسي في ميزانيتها وفي كل الامور المتعلقه بالاقتصاد. وطبعا الان ايفاء او عدم اعفاء الدول الثمانيه من استيراد النفط الايراني تعتبر هذه الخطوه تعتبر ضربه قاسمه يعني للاقتصاد الايراني بل للنظام الايراني، حيث لا يمكن لايران ان يعوض هذه الخسائر الناجمه عن عدم قدره ايران تصدير النفط الى العالم. حقيقه يعني الان يحاول النظام الايراني ان اعتقد من الان فصاعدا يعتمد على تهريب بعض الكميات يعني من النفط الى الدول يعني مثلا المجاوره او عبر بحر قزوين نحو روسيا او ربما حتى نحو من خلال العراق. لكن كل هذا يعني هناك الولايات المتحده الامريكيه وضعت بعض الرادارات وبعض البارجات التي يعني تحاول ان تراقب كل يعني محاولات النظام الايراني. لكن بشكل عام انا اعتقد وان نجحت ايران في تهريب بعض النفط الى البلدان التي تريد ايصال النفط اليها، هذا لا يعوض ولا يصل الامر الى يعني حتى 500 برميل يوميا، كما هي تحتاج الى اكثر من مليون برميل يوميا حتى تستطيع حتى تستطيع أن تدعم اقتصادها المتهاوي أو تبقى على هذا الوضع. وهذا الوضع أيضا هو يعني أدى إلى احتجاجات كبيرة في عام 2018، وأنا أعتقد الآن في الأشهر المقبلة بعدما يتم يعني قطع يعني تصدير النفط الإيراني وانعكاسه على الوضع الداخلي ستكون هناك احتجاجات كبيرة في الشارع الإيراني. على مستوى الشارع الملتهب منذ شهور يعني بالتأكيد هناك تأثير على الحكومة، هناك ضغط كبير عليها بغية إضعافها اقتصاديا وسياسيا. في المقابل حكومة عبد المهدي أستاذ حسن تقول إن شحنات الغاز القادمة من إيران ستزداد خلال شهر حزيران المقبل، كيف تقرأ هذا التصريح؟ أنا أعتقد طبعا حكومة عادل عبد المهدي لا تستطيع يعني بمعزل عن الموافقة الأمريكية أن تورد الغاز أو أي شيء يأتي من إيران. الآن أعتقد اللي يعني الحكومة العراقية وقعت بين سندان النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية ومطرقة يعني الحكومة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد خنق الاقتصاد الإيراني وقطع كل يعني تصدير جميع يعني القضايا من النفط والغاز وغير ذلك. كيف تعالج حكومة العراق هذه القضية؟ نعتقد تتواجه تحديات وضغوط دولية كبيرة جدا، ونعتقد طبعا يعني الحكومة العراقية لأنه ترتبط بشكل كبير أو تقع تحت الهيمنة الإيرانية يعني تحاول أن تقول أو تتعظم مشكلة تعويض يعني الغاز الايراني وغير ذلك الا من خلال ايران. انا اعتقد هذا طبعا يعني لا يمكن قبول هذا الامر، حيث كان العراق قبل الاحتلال كان يعوض جميع ما يحتاجه من مستلزمات يعني يوميه او غير ذلك من جميع انحاء العالم ما عدا ايران. الان كيف العراق بهذه العلاقات القويه والكبيره مع العالم ومع الولايات المتحده الامريكيه لا يستطيع يعني الاستغناء عن إيران؟ القرار الأخير هذا إلى أي مدى ترى أنه ربما سيصعد من وتيرة المواجهة بين أمريكا وإيران؟ حقيقة أنا أعتقد أنه إيران الآن بدأ يعني يرتب صفوفه الداخلية
يعني ترقبا لاي مواجهه محتمله في المستقبل، حيث النظام الايراني الان لا يستطيع مقاومه الضغوط الاقتصاديه وعزلته في المنطقه وفي العالم. الان نعتقد النظام الايراني ربما يحاول اثاره ازمه كحروب الى الامام. نرى الان تغييرات على مستوى الحرس الثوري الايراني، تغيير يعني القائد حرس الثوري واستبداله بشخص متطرف اكثر. من جهه هناك توافد الميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله وحركه النجباء وايضا الفاطميون، كلها توجهت الى ايران خلال الايام الماضيه وتمركزت في الاحواز وفي لورستان وفي مناطق اخرى. هذا يوحي انه النظام الايراني بدا يرتب لامر ما حتى يقوم ربما باثاره ازمات او قيره في المنطقه من اجل يعني الهروب من هذه المشكله، ويستطيع بالتالي قمع الداخل وتبرير كل يعني فشله وازماته الاقتصاديه وغير ذلك بهذه الازمات التي يمكن ان يفتعلها في الايام والاسابيع المقبله. من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي، شكرا لك.